صغيراتنا في الدكتور كيدز. دكتور كيدز على حياة طفل زهرة الحياة. صباح الخير. صباح الخير، صباح النشاط، صباح الفل والياسمين، صباح الورد الفواح، صباح الدنيا المزيانة، صباح الدنيا يربي فيها برشا مطر باش تطلعنا برشا أزهار، باش يجيونا برشا نحل، باش تعطينا برشا عسل، خاطر النحلة تعطينا العسل البنين الصحي اللذيذ، وتعطينا وليد بقوس مزيان وشعره جميل ما شاء الله عليه. عسلم عسلم، شنو حوالك؟ لاباس. محليك يعيشك. شو اسمك انت؟ معاذ بوغابة. اسمه معاذ بوغابة. وقديش عمرك يا معاذ؟ 5 سنوات. 5 سنوات. في بالك انت شعرك مزيان؟ شكرا. تعطيني شعرك مزيان باش نولي مزيان كيفك يا نوكا. هو ناخذه من عندك كان نهار السبت ولا لحد كهو نمشي بيه، عندي مسابقة مع الكشافة. باهي مسالش تخليهولي عند ساتي سهير. نعم صحيح. قل لي يا معاذ، انت تلعب رياضة؟ خاطرك لبس لبسة رياضية. شنو هي الرياضة تحب انت؟ رياضة كرة القدم، كرة السلة، رياضة الجري، فما برشا رياضات. هي فما التنس، رياضة كاراتيه. كاراتيه انت تحب الكاراتيه؟ وعند شكون تترينا؟ عند سيدي حمدي. سيدي حمدي ونجم انا نترينا كاراتيه بالحق ولا يلزمني نجري برشا؟ شي زمني نعم باش نولي نلعب كاراتيه. سيدي حمدي. سيدي حمدي. وسيدي حمدي تقول له راه عمي الدكتور كيتس يحب يلعب كاراتيه، اما عنده هكا كرت صغيره ما يسالش. نعم. انت تحب تولي كيف وقوي؟ صح عليك تلعب كاراتيه وتعرف تتكلم الكلمات اللي يقولهم. شنو مثلا ترى؟ عملوا سبور. عملوا سبور كل يوم هو ولا مرة في الأسبوع؟ كل يوم. صحيح. وانت تلعب وحدك الكاراتيه ولا تستنى سيدي حمدي يلعبك؟ استنى سيدي حمدي. صحيح. علاش تعرف علاش استنى سيدي حمدي؟ خاطر في الكاراتيه الرياضة دي مش سهلة، ونعملوا حركات ينجموا جسمنا يتألم. لازم يكون فما أستاذ هو اللي علمنا، هو اللي يورينا الحركات هذه باش ما نعملوش ضرر لجسمنا. هكا ولا؟ نعم صحيح. قل لي انت عندك قتلي ستيره وحافظ القران جيدا، ها نقرا مع بعضنا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله لرب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله مولانا العظيم. صدق الله مولانا العظيم. يعطيك الصحة يا معاد الجميل المزين اللي أصحابك الكل مش يعطيك تصفيقة مزينة. ترى تصفيقة كبيرة نحبها. صحيح يا معاد، خلى ربي نشهك وربي يوفقك. وقلها شكرا ستي سهير وشكرا الستياتي الكل اللي علموا فيك. إن شاء الله موفق. إلى اللقاء. دكتور كيدز.